السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة أولى؟ من النهاردة هنبدأ في سلسلة لإجابة نماذج امتحانات لبعض الإدارات التعليمية لمادة الدراسات الاجتماعية على الفصل الدراسي الثاني لعام 2019، ومعنا أول اختبار لمحافظة القاهرة مركز باب الشعرية. طبعا معنا قسمين جغرافيا وتاريخ. الامتحان بتاعنا بيبدأ بقسم الجغرافيا، وأول سؤال هو سؤال الخريطة. أمامك خريطة العالم الصماء، اكتب ما تدل عليه الأرقام الآتية. معنا خمس نقاط أو خمس أرقام. أول نقطة هي واحد، المحيط. هنا طالب مني أعرف المحيط ده محيط إيه. طبعا أنا هنا طالما في جنوب أسيا وكمان في شرق أفريقيا فهو محيط إيه؟ برافو، ده المحيط الهندي. اتنين، قارة إيه الموجودة هنا؟ طبعا أكبر القارات، برافو، دي قارة أسيا. تلاتة، الغابة، نركز هنا، رقم 3 ده عايز يعرف دي غابات ايه، برافو، طالما هنا بيمر على طبعا خط الاستواء فدي الغابات الاستوائية. 4، البحر اللي موجود في شمال افريقيا، برافو، البحر المتوسط. 5، الحشائش موجودة في شمال قارة اسيا او في شمال الخريطة، في شمال الكرة الارضية، ده اقليم ايه؟ اقليم البارد، يعني ايه حشائش؟ التندرة، برافو. وبكده خلصنا اول نقطة، طبعا سؤال الخريطة. نقطة ب، ما المقصود بالمصطلح الجغرافي الاتي؟ وذكر لي طبعا المناخ هو ايه؟ برافو، هو متوسط حالة الجو في فترة زمنية طويلة، نتك على دي طويلة، لان الطقس هو طبعا وصف حالة الجو لفترة زمنية قصيرة، ولكن المناخ هو متوسط حالة الجو في فترة زمنية طويلة من حيث ايه؟ الحرارة والضغط الجوي والرياح والمطر. السؤال او النقطة جيم، بما تفسر؟ اول سؤال معايا هنا بما تفسر، يغطي الثلج بعض قمم الجبال المرتفعة بالمناطق المدارية، يا ترى ليه؟ بالرغم من وجود الجبال دي في المناطق المدارية الحارة الا ان القمم بتاعتها بتكون مغطاة بالثلوج، يا ترى ليه؟ برافو يا سنة أولى، ده أكيد لأننا كلما ارتفعنا عن سطح البحر بمعدل 150 متر قلت درجة الحرارة أو انخفضت درجة الحرارة درجة مئوية واحدة. السؤال الثاني، بما تفسر؟ إقليم غرب أوروبا ممطر طوال العام، ده ليه؟ برافو، لأن المكان ده طبعا واقع في نطاق الرياح العكسية الغربية الممطرة طوال العام، بتهب على إقليم غرب أوروبا الرياح العكسية الغربية الممطرة طوال العام. رقم 3، تفسر حشائش السافانا حديقة حيوان طبيعية، يا ترى ليه بنعتبر حشائش السافانا حديقة حيوان؟ برافو، ليه؟ لأنه بيعيش فيها حيوانات أكلة العشب مثل الغزلان والزراف والفيلة، وكذلك حيوانات أكلة اللحوم مثل الأسود والنمور والضباع. ونبدأ في السؤال الثاني معنا في الجغرافيا، وهو اكتب المصطلح الجغرافي الذي تشير إليه العبارات الآتية. أول سؤال معايا هنا، أمطار تحدث نتيجة اصطدام الرياح المحملة ببخار الماء الجبال. طالما أنا ذكرت جبال يعني تضاريس فأكيد هي، برافو، الأمطار التضارسية. 2، أراضي بها تجمعات شجرية ضخمة وكثيفة ومتشابكة، أنا هنا بوصف إيه؟ برافو، أكيد الغابات. زيادة في منسوب المياه عن معدله الطبيعي في الأنهار، لما منسوب المياه بيزيد في الأنهار عن المعدل الطبيعي لي فده بيحدث إيه؟ برافو، طبعا هنا بتحدث إيه؟ الفيضانات، أو ده تعريف الفيضانات. 4، عواصف هوائية دوارة حلزونية عنيفة تنشأ فوق المحيطات، برافو، أنا هنا أكيد بذكر إن دي الأعاصير. انتبه تبع السؤال الثاني طبعا، ماذا يحدث إذا أزال الإنسان مساحات واسعة من الغابات؟ هيحصل إيه؟ طبعا الغابات بنستفاد منها في إيه؟ في الأخشاب والثمار، وكمان بتخلصنا من الملوثات، فإذا الإنسان أزال الغابات هيحصل إيه؟ برافو، لن يوجد مصدر للأخشاب والثمار، ولن نتخلص من أو لن تتخلص الأرض من الملوثات مثل ثاني أكسيد الكربون. ماذا يحدث إذا لم تقم مصر ببناء السد العالي؟ إذا رح يحصل إيه؟ برافو، السد العالي هو حمينا من الفيضان، فإذا لم يتم بناء السد العالي لتعرضت مصر لأخطار الفيضانات زي كثرة الوفيات وكمان انتشار الأوبئة والأمراض وحدوث المجاعات.
آخر سؤال في الجغرافيا، وهو اكتب كلمة صواب أو خطأ أمام ما يناسبها من العبارات الآتية مع تصويب الخطأ. أول سؤال: تعد الرياح العكسية من أنواع الرياح المحلية. الرياح العكسية من أنواع الرياح المحلية؟ لا طبعا، خطأ، دي من الرياح الدائمة. تنمو أشجار المطاط والكاكاو والماهوجني في الغابات الصنوبرية. طبعا خطأ، ليه؟ لأنها في الغابات الاستوائية. 3. يطلق على الحشائش الحارة الستيبس والحشائش المعتدلة السافانا. طبعا خطأ، لأن الحشائش الحارة هي السافانا والحشائش المعتدلة هي الستيبس. تؤدي الزلازل إلى حدوث موجات بحرية زلزالية تعرف باسم التسونامي. طبعا صح. تؤدي البراكين إلى قلة خصوبة التربة في الأراضي القريبة منها. طبعا خطأ، ليه؟ لأنها بتؤدي إلى زيادة خصوبة التربة. 6. من أساليب التحكم في مخاطر السيول بناء سدود في مناطق الوديان الجافة. طبعا صح. 7. الانهيارات الجليدية من أخطار المياه. طبعا صح. النقطة به في السؤال الثالث، وهي حدد السلوكيات التي يجب اتباعها عند حدوث الزلازل. طبعا بنعمل إيه؟ برافو، الابتعاد عن النوافذ والشرفات، اطفاء المصابيح، عدم استخدام المصاعد، عدم التزاحم في الخروج من المبنى، والجلوس أسفل المنضدة داخل المسكن. 2. وضح جهود الدولة في تقليل الاحتباس الحراري. الجهود طبعا بتتلخص في 1. ترشيد استهلاك الطاقة والبحث عن مصادر طاقة متجددة ونظيفة. 2. وقف إزالة الغابات والتحكم في الحرائق التي تنشب بها وتشجيع زراعتها. إدارة المخلفات بطرق علمية تقلل الانبعاثات الحرارية. 4. زيادة فرض الضرائب على من يستخدم طاقة تزيد من الانبعاث الحراري. على جزء التاريخ طبعا بأول سؤال، لمن تنسب الأعمال التاريخية الآتية؟ 1. أسس مدينة الإسكندرية. إسكندر أسس دولة البطالمة. برافو، بطليموس الأول. وضع أصول علم الهندسة. برافو، إقليدس. نقل عاصمة دولته من روما إلى بيزنطة. هو الإمبراطور قسطنطين. فتح مصر وخلصها من الرومان عام 641 ميلادية. برافو، هو طبعا الفاتح الإسلامي عمرو بن العاص. ب. حدد نتيجة واحدة لكل مما يلي. تقدم المصريين في علم الكيمياء، يعني حندلل على تقدم المصريين في علم الكيمياء. ايه الدليل؟ برافو، طبعا لان المصريون او عرف المصريون صناعة الالوان والاصباغ والعقاقير. اكتيوم البحرية عام 31 قبل ميلاد، حصل ايه او نتيجة المعركة دي حصل ايه؟ برافو، اصبحت مصر ولاية رومانية عام 30 قبل الميلاد. السؤال الخامس معنا، صوب ما تحته خط. 1. احتل وزير قمة طبقات المجتمع المصري القديم. برافو، خطأ طبعا، مين؟ الوزير. ليه؟ لان هو الفرعون. 2. تعتبر تعليم الحكيم اني من اداب المديح. طبعا الكلمة الخطأ هنا هي المديح، هو من ايه؟ برافو، من الادب التهذيبي. 3. ظهرت بمصر في عهد البطالمة عبادة جديدة وهي عبادة رع. برافو، هي عبادة سرابيس. 4. احتلت مدينة الإسكندرية المركز الثالث في نشر العلم والثقافة أيام الرومان. برافو، طبعا المركز الثاني. أسس الأنبا أنطونيوس نظام الرهبنة الجماعية. برافو، طبعا الرهبنة الفردية. طبعا في السؤال الخامس، نقطة به، أيد بالأدلة التاريخية صحة كل عبارة مما يلي. يعني إيه الدليل إن العبارة دي صحيحة؟ هات الدليل من طبعا المقرر بتاعك. أول عبارة: بلغ فن النحت في مصر القديمة درجة كبيرة من الإتقان. إيه الدليل على ده؟ برافو، انت هتذكر له ان هو حيث نحت المصريون القدماء الكثير من التماثيل، ويعد تمثال ابو الهول خير شاهد على ذلك. 2. عرف عصر الامبراطور ديقلاديونوس بعصر الشهداء. ليه؟
برافو، لأن هو حيث تعرض المسيحيون في عهده لأعنف اضطهاد، فدمرت الكنائس وأحرقت الكتب السماوية وكثر عدد الشهداء من المسيحيين. وصلنا لآخر سؤال في الامتحان بتاعنا، وهو السؤال السادس. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1- كانت ملابس العامة أو عامة الشعب في مصر القديمة تصنع من الكتان، الحرير، القطن، الصوف. برافو، طبعا معروف الكتان. المقابر التي توضح الرسم على الجدران وتلوينها: مقبرة الملكة، حتشبسوت، نفرتاري، نفرتيتي، يا حتب. برافو، نفرتاري. قبل قدوم الإسكندر كانت مصر تحت سيطرة الروم، الهكسوس، الإغريق، الفرس. برافو، الفرس. 4- من أشهر المدن التي أقامها البطالمة في مصر مدينة طيبة، منف، نقراطيس، بوتو. برافو، نقراطيس. 5- دخلت المسيحية على يد القديس مرقس، بطرس، باخوميوس. برافو، هو القديس مرقس. انتهى معانا النهاردة أول نموذج مع بعض حلنا لاختبار سابق لسنة 2019 لمحافظة القاهرة. في الكومنت ان انت حابب تكمل اجابة نماذج الاختبارات، وما تنساش تشترك في القناة لو مش مشترك.